معك. دلوقتي هنسأل الذكاء الصناعي سؤال مهم أوي، كيف نشارك في تغذيتك بالمعلومات؟ والموضوع ده مهم جدا 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 بشكل رهيب. ليه مهم جدا؟ لأن في ناس كتير بتستقي معلوماتها من الشات جي بي تي او من الاوبن اي اي او من الذكاء الاصطناعي، وهو بياخد معلوماته من مصادر كتيره، لكن ما بنلاقيش فيها كتب عربيه او مصادر عربيه او الاراء بتاعتنا او الفكر بتاعنا. فممكن اولادنا يعتمدوا في البحث على الذكاء الاصطناعي وكانه عنده المعرفه المطلقه وعنده العلم المطلق. فلو قال لهم معلومة غلط، مثلا ان مفيش حاجة اسمها انبياء، ان مفيش حاجة اسمها روح، او قال لهم انتوا عايشين ليه والحاجات دي كلها، هتبقى سهل جدا. فلذلك احنا لازم ندور جوه الذكاء الاصطناعي ونديله احنا تغذية عكسية من خلال احنا بنتكلم معاه، من خلال ان قاعدة البيانات اللغات الكتب العربية تبقى متوفرة عنده ويبحث في حلول. يعني لما حد يسأله سؤال ما يبقاش كل الطرح غربي، لا، يبقى بياخد معلومات من مثلا مقدمة ابن خلدون، من كتب الغزالي، من كتب نروجك، من الخوارزمي. كل الحاجات دي تبقى كويسة جدا انها تبقى من مصادر وروافد العلم والمعلومات اللي بيستقي منها، عشان يقدر يدينا اجوبة محايدة، اجوبة صحيحة، اجوبة فيها التفاعل مع الثقافة بتاعتنا. فياريت اللي عنده أي معلومات يكتبها لي في الشات.